السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن استقبال الأغنام. استقبال الأغنام دي تعتبر أهم مرحلة في دورة التسميم بالكامل، لأن هي المرحلة اللي تعتبر بتأسس فيها الخروف. الخروف بيتأسس خلال استقبال، فترة الاستقبال. فترة الاستقبال دي تعتبر وقتها قد إيه؟ وايه اللي بيحصل في عند استقبال الابناء، او ايه اللي بيحصل في خلال الفتره دي، في خلال فتره الاستقبال ايه اللي بيحصل؟ فتره الاستقبال بتتوقف على حسب نظافه الاغنام اللي انت بتدخلها، يعني معاك من 15 يوم لحد شهر بالكتير كاقصى فتره استقبال، من 15 يوم ل 20 يوم. ايه اللي بيحصل خلال من 15 يوم لشهر؟ ايه اللي بيحصل في خلال الفتره دي؟ أول حاجة بيتم تجريع الأبناء ضد الطفيليات الداخلية بالكامل، ديدان كبدية، ديدان معدية، ديدان رئوية، جرب جلد، ديدان نغف، ديدان الأنف، كل ده بيتم التخلص منه. بيتم تجريع الغنم باستخدام الأيفماك السوبر، بيستخدم الأيفماك السوبر والشربة اللي بيتم تجريعها على الشربة بالفم على الريق. وبيتم خلالها برضك تعويد الأغنام على العلف. خلال فترة الاستقبال بيتم تعويد الأغنام على العلف بحيث انها توصل لأعلى معدل، لأعلى كمية علف. أعلى كمية علف الخروف بيكون اللي هي 3% من وزنه، يعني الخروف 25 كيلو ليه 750 جرام علف، بيكون علف مركز خلال اليوم بتقسم على وجبتين غير المادة المليئة طبعا بياكل منها لغاية 100 جرام. خلال الفترة دي توصل لأعلى كمية علف بيحتاجها الخروف، انت عاوز توصل لأعلى معدل تسميم. وايه اللي بيحصل فيها تاني؟ وبيتم في خلال الفترة دي علاج الحالات اللي جاية، سواء بتبقى في علاج، بتبقى أغلب الأغنام أغلب القطعان بيكون فيها بتخلاش من رشح، من كحة، من عطس، بالذات في أيام الساعة اللي احنا فيها دلوقتي. فلابد بيتم علاج في الفترة دي، بيتم علاج أي حالات رشح في الأنف بيتم علاجها، اي حالات كحة بيتم علاجها، اي حالات عطس بيتم علاجها، اي جرب في الجلد خارجي بيكون باين بيتم علاجه. كل الحاجات دي بيتم في مرحلة الاستقبال. طب ايه اصعب نقطة في الاستقبال الأغنام اللي كتير جدا جدا بيقع فيها بالذات المربين الهواة، المربين الجدد؟ اكتر مشكلة بتواجه اي مربي جديد في استقبال الاغنام واخطر حاجة هي اللكمة، اللكمة او البشم. طب هي ايه اللكمة؟ اللكمة او بتيجي ازاي؟ الغنم اللي انت بتكون جايبها 90% من الاغنام الموجودة في السوق بتجيبها بتكون معتمدة اعتماد كلي او شبه كلي على المراعي الخضراء فقط، ما بتكونش معتمدة على اعلاف مركزة. الراعي بيعتمد اعتماد كلي على المراعي الخضراء، فمعدة الخروف ما بتكونش متعودة على العلف. وانت طبعا كدورة تسمين كتسمين لابد بتدخل على العلف المركز. ايه اللي بيحصل؟ بيجيب الغنم بتكون مش متعودة على المعدة، لسه متعودتش على العلف المركزة، متعودة على العلف الخضراء فقط. بيجيب الغنم المبتدئ المربي وبيحط لها علف من اول ما يستلمها، بيحط لها علف بكميات كبيرة. بيفرح المربي، بيفرح بشهية الغنم، الغنم بتكون شهيتها فوق الزيادة، فوق طاقة معدة الخروف، بياكل بكميات أكبر من قدرته. بيكون الخروف مقطوع ما شافش علف قبل كده، أول ما تحط له العلف معدته بتعود على العلف الخضراء، بتحط له العلف بياكل بياكل فوق طاقته. بمجرد ما يشرب المية العلف بيخمر في معدته، بيكبس على الحجاب الحاجز، بيعمل له انتفاخ شديد، بيوقف بيضغط على الحجاب الحاجز، ما بيقدرش الخروف يتنفس، الخروف بيموت في خلال ساعتين. واللكمة الشديدة دي ما بيكونش ليها علاج، اللكمة الشديدة ملهاش علاج، علاجها السكين عوض. ومجرد ما الخروف، لو اللكمة كانت شديدة زيادة عن اللزوم والخروف أكل علف زيادة وشرب المية، في خلال ساعتين بتلاقيه نايم على جنبه. الخروف إذا نام على جنبه خلاص على كده من اللكمة، بسبب اللكمة نام على جنبه مش قادر يقف، انتهى. دي ملهاش حل غير السكين، مفيش أي علاج دي.
اما لو لكمه خفيفه بتكون يسهل التعامل معاها يعني ممكن الخروف بيقعد يومين او ثلاثه. هنتكلم عن اللكمه بالتفصيل ان شاء الله في فيديوهات بعد كده من داخل الامراض اللي بتصيب الابناء. الفيديوهات اللي ان شاء الله هنتكلم عليها بعد كده فيديوهات الامراض، هنتكلم برضك على اللكمه بالاخص ونفصلها ان شاء الله باذن الله ازاي تتعامل معاها. ولكن كفكره سريعه كده التعامل مع اللكمه اللي هي بتكون البسيطه، قلنا الخروف بيقعد راكن على جنب وبيجز على اسنانه من الوجع، بيقطع اكل، بيمتنع عن اكل العلف نهائي. دي بتتعامل معاه باي ماده ملينه للكرش عشان تفك معاه اللكمه زي اللاكسافيت او تربو جيست او مع الغازات اذا كانت في غازات شديده بتستخدم البلو ترين. كل المواد دي بتفك اللكمه وبتطلع الغازات اللي في الكرش، تفضي الغازات اللي في الكرش وتخليه يصرف، تخلي حركه الامعاء تزيد بحيث انه يصرف الاكل الزايد اللي اكله كله عن طريق الاسهال. طيب دي بالنسبه اهم نقطه اللكمه، ازاي نتفاداها؟ طيب اللكمه الخروف الاول لازم تعرف اقصى كميه علف بياكلها قد ايه، دي اول نقطه لازم تعرف اقصى كميه خروف اقصى كميه علف بياكلها في اليوم قد ايه. الخروف لو انت بنفترض الوزن المثالي بيكون وزن متوسط 25 كيلو دوره تسمين، متوسط 25 كيلو يعني الخروف بياكل قد ايه في اليوم علف؟ بياكل 750 جرام، كيلو الا ربع علف مركز. الماده المالئه مش هحددها لك اللي هي بعد ما يخلص وجبه العلف بيملى بيملى ماده مالئه او اي اتبان عموما يعني شامله الدريس شامله تبن الفول تبن الفاصوليا اي تبن عموما اسمها ماده مالئه اللي بعدها بيملى منها. بس يعني عموما انت جايب الخروف مش متعود على العلف يعني الكيلو ده ربع ما ينفعش يتحط له في اليوم خالص، هو وزنه 25 كيلو لكن يقدر ياكل كيلو ربع، لكن لان معدته لسه ما اتعودتش على العلف هتعوده تدريجي. ولا نفترض ان انا هتكلم على ان الخروف ما اكلش علف نهائي او بمعنى صح نسبه بسيطه خالص، اذا كانت رشه علف اخذناها خفيفه كده نعتبره ما اتعودش على العلف نهائي، نعتبره معتمد اعتماد كلي على العلف الخضر. الخروف بيجي بوزن 25 كيلو العلفه بتاعته بيتحط له ما يزيدش عن ربع كيلو في اليوم على وجبتين، يعني مش ربع كيلو الصبح وربع كيلو بالليل، ربع كيلو على وجبتين الصبح وبالليل، ولو عرفت تخليهم على ثلاث وجبات يكون افضل عشان تعود المعده واحده واحده، بحيث الاكل لابد يتكنس قدامك وانت واقف. ده لو حطيت علف مركز، بس انا ما انصحش ان الغنم لما تكون لسه جايبها تحط لها علف مركز، لا الافضل انك تحط لها التبن وترش فوقيه العلف. اي تبن عندك معاك، تبن فول معاك، تبن فاصوليا معاك، تبن ابيض تبن قمح معاك، تبن ربايه لو تبن البرسيم معاك، دريس مفروم كل 100% وده افضلهم طبعا. معاك اي ماده مالئه هتحطها تفردها في الطواله العلافات وترش عليها العلف. مفيش طعم لو انت مثلا مدخل 20 خروف ليهم 5 كيلو علف في اليوم، 2 كيلو ونص الصبح و2 كيلو ونص بالليل، وتفرد التبن الاول في العلافات قبل ما تحط العلف بحيث تجبر الخروف ان هو ياكل ماده مالئه، ده ياكل الياف من التبن بحيث تساعده على الاشترار وتمنعه من اللكمه، تمنع من حدوث اللكمه. طيب هيتم الزياده قد ايه؟ حطيته ربع كيلو الخروف يعني ال 20 خروف حطهم 5 كيلو 2 كيلو الصبح 2 كيلو بالليل، تسيب يوم ويوم يعني النهارده حطيت 5 كيلو بكره برضك 5 كيلو بعده ممكن تزود الخروف معدل 50 جرام. هو الخروف الطبيعي الزياده الطبيعيه بعد ما يتعود 50 جرام في الاسبوع، في الشهر يزيد بمعدل ياكل الزياده اللي بتحصل ومعدل 200 جرام تقريبا. ولكن عموما انت لسه حاليا بدات بربع كيلو، هو الخروف يقدر يستحمل كيلو لربع علف لكن ما ينفعش لان معدتهم مش متعوده على العلف. قلنا بدانا بربع كيلو قسمته على نصين حطيته فوق الالياف فوق التبن، رشيت التبن الاول في العلافات وكرشيت فوقيه العلف. بعد كده بتمحو بعد ما يخلص هيمسح الطوائل في خلال ربع ساعه هتتمسح، تحط له ماده مالئه تاني براحته بعد كده يملى باي تبن عندك. مش هتستكفى بالكميه دي؟ لا طبعا ما تعملوش حاجه. ربع كيلو بطن الخروف ما كانش حاجه، بس انت بتعوده واحده واحده بترش له كميه العلف واحده واحده مع الالياف مع التب عشان بطنه تتعود واحده واحده على العلف. بتبعد عن اللكمه نهائي ان شاء الله. بالطريقه دي ان شاء الله مش هيحصل لك اي لكمه. قلنا بدات بالربع كيلو تاني تسيب يوم وتاني يوم تزود 50 جرام. يعني ليه 300 جرام؟ يعني كل يومين هتزود 50 جرام كل يومين، يعني في خلال 20 يوم ان شاء الله هتكون واصل للكيلو ربع في خلال 20 يوم.
20 يوم تكون ان شاء الله تميت. الخروف بياكل كيلو لربع علف، وده اقصى كميه هياكلها قصاد الوزن بتاعه، قصاد ال 25 كيلو اللي هو كان متوسط وزن انت مدخله. طيب بعد كده بقى الخروف بيزيد طبعا، كل ما بياكل بيزيد، كل ما بياكل بيزيد. بعد ما وصل الكيلو ربع بامكانك تستبدل التبن، تحط العلف صافي، تحط العلف صافي علف مركز يخلصه من الطواير، خلال نص ساعه بيخلص العلف، نص ساعه بالكتير ساعه الا ربع بيمسح العلف من الطواير. بعديها تبدا تحط الماده المائيه بتاعتك التبن لغايه ما ياكل ويشبع، لغايه الوجبه الثانيه اخر النهار. ده بعد ال 20 يوم ان شاء الله بعد ما يكون وصل لاعلى كميه علف. طيب بعد كده بيزيد ازاي؟ بعد كده بياكل طبعا الخروف، كل ما بياكل بيكبر، كل ما بيكبر بيزيد، بيزيد كميه العلف بتاعته، بيزيد وزنه. بعد كده بمعدل الخروف الطبيعي، لو معدل الزيت عندك مش حلو والعلف بتاعتك كويسه ان شاء الله الطبيعي بتزيد كل اسبوع 50 جرام. كل اسبوع الخروف هيزيد من الطبيعي 50 جرام، خلال الشهر هياكل ان شاء الله 200 ل 250 جرام. ده المتوسط اللي هيبدا الزياده كل شهر، كل شهر بيزيد من 200 ل 250 جرام فوق العلف بتاعه لغايه اخر الدوره ان شاء الله على ال 50 كيلو، هتلاقيه بياكل ان شاء الله كيلو ونص علف في اليوم. ده بالنسبه لك لو مشيت على الخطوات دي ان شاء الله مش هتحصل لك اي لكمه نهائي. طب ونفرض ان غنمك انت جايبها، الغنم اللي مدخلها مش معتمد اعتماد كلي على المراعي. الغنم يعني اللي كان عند صاحبها الاول كان بيعلفها سواء علفه كامله او نص علفه، بيبان على الخروف، بيبان على ظهر الخروف شايل لحمه كويس. فلو معلوف علفه كامله ممكن في خلال اسبوع بالكثير تعودهم تعتبر تغيير العلفه بس. في خلال اسبوع ممكن تبدا من اول ما تبدا، تبدا بنص كيلو كل يوم تزود 50 جرام لغايه ما توصل في خلال اسبوع كيلو وربع. ده لو الغنم جايه، انا الطريقه الاولانيه قلت على اساس ان الغنم 100% معتمده على المراعي، ما شافتش العلف خالص. لكن بعد كده انت جايب الغنم، في غنم داخله نص علفه يعني ظهر الشيء مليان شويه، في غنم لا معلوفه وعلفه كامله وبتاخد علفتها الكامله، دي تدخله مباشره بس في خلال يومين ثلاثه على تغيير العلف بس. اعتبر ان تغيير العلف بيسبب لكمه، بس لكمه بتكون خفيفه، تغيير نوع العلف. لكمه الموت اللي هي بيكون الخروف مش متعود على العلف خالص، دي اللكمه اللي بتموت لو اللكمه شديده. كده اتخلصت من اهم نقطه وهي اللكمه. هتبدا ايه تاني مع اللكمه بعد تدريج؟ قلنا دي المرحله دي خلصنا من جزئيه تعويد الغنم على العلف اثناء فتره الاستئباب. طيب ولو الغنم النقطه الثانيه من فتره الاستئباب وهي بعد تعويد الغنم على الاعلاف تجريع الارنب. النقطه الثانيه تجريع الارنب. انا اكلمك عن حاجات اللي انا بستخدمها، طبعا في بدائل كتير، في انواع كتير في السوق، في غالي وفي رخيص كل حاجه، بس انا هكلمك هحدد لك النوع اللي انا بستخدمها بس. اول شيء بمجرد مستقبل الارنب يومين ثلاثه الغنم استريحت، اذا كانت جايه من سفر بنبدا نجرع الغنم. تجريع الغنم مهم ضروري جدا 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 في اي تسمية. التجريع ده انت بتتخلص من الديدان المعدية والكبدية والرئوية وديدان النغف وجرم الجلد، كل ده بتتخلص منه. التجريع بيكون بإبرة الايفوماك، حق ايفوماك تحت الجلد سوبر، وانا عن نفسي بستخدم الاردني، سعره متوسط وبيجيب نتيجة كويسة. في الامريكي افضل واغلى، بس طبعا انا بستخدم ارخص حاجة لان انا عاوز اوفر كل قرش. بستخدم الحاجه اللي تجيب نتيجه بارخص سعر. مش معنى كده ان اجيب الحاجه الرخيصه اللي زي الميه ما تعملش نتيجه، لا دي قلتها احسن، ده هضرب فلوس على الفاضي. لا، ارخص حاجه بتجيب مفعول، هو ده اللي انا استخدمه. انا عن نفسي بستخدم الايفوماك الاردني. دي بيتحان كل خروف 1 سم تحت الجلد. يومين الخروف يستريح بس من السفر ويجي معاك يتعود على المكان مظبوط ويبدا يتحقن الايفوماك السوبر تحت الجلد كل واحد 1 سم. طيب كل واحد 1 سم، بعديها بيومين بجرع شربه. شربه ايه اللي بستخدم؟ البنتازول. بالنسبه للبنتازول الناس كده بتستخدمه، البنتازول ده شغال على ديدان الكرش فقط، لكن انا بستخدم شربه زياده تاكيد على الايفوماك السوبر. بستخدم شربه بتشتغل على كله، على ديدان الكبد والكرش والرئه ونغف الانف وجرب الجلد، كل ده بيشتغل عليه شربه زي الليفافلوك وزي الترايميك. ترايميك والليفافلوك الاثنين دول بيشتغلوا كويس ممتاز على الكل زي الايفوماك السوبر.
بيبقى زيادة تأكيد على الإبرة. بنديهم كل خروف بنديله 10 سنتي على الريق شربة في الفم. كل خروف بياخد 10 سنتي على الريق قبل الفطار بساعة. بعد 10 أيام أو 15 يوم بنعيد واحدة منهم. أنت حر، عاوز تعيد الاثنين عيد الاثنين. لو شايف الغنم معدل تحويلها مش قوي تعيد الاثنين. لا شايف الغنم الحمد لله مظبوطة ومعدل تحويلها كويس وماشي معاك كويس وصحتها تمام وبتاكل كويس، يبقى تستكفي بواحدة منهم 10 أو 15 يوم من ميعاد الشربة. من 10 أو 15 يوم يعني تعيد الإبرة الأفيماكس الصغر يا تعيد الشربة واحدة منهم. ليه بتعيدها؟ لأن ممكن تكون أثناء الفترة الأولانية كان في أي غنم فيها أي ديدان، الديدان بتكون بتضع البيوض في الأمعاء أو إذا كان في الأمعاء أو في الكبد أو في الرئة، بتفرس البيوض. الأفيماكس بيقضي على الدودة نفسها، ما بيقضيش على البيضة. البيضة بتفرس في خلال 10 أيام. بعد العشر أيام أنت خليك 15 يوم احتياطي، بتحقن بتدي جرعة تاني اللي هي الأفيماك السوبر أو شربة، شربة من الليفافلوك أو الترايميك، بحيث إنك تكون قضيت على الطور بالكامل، قضيت على الدودة في التجريعة الأولانية التجريعة الأولى، وقضيت على البيضة في التجريعة التانية، يبقى كده انتهى الديدان نهائي من الجسم. طيب في نقطة بس مهمة جدا جدا، هي بتستخدم في فترة الاستئباب بس هي يعني مش طول السنة. أنا عن نفسي بستخدمها في أوقات معينة في السنة، يعني مش طول السنة، في الأوقات شديدة البرودة مثلا شهر 12 شهر 1 إذا كان لسه فيه ساعة شهر 2 وفي عز الصيف شهر 6 7 8 دي اللي بستخدمها، اللي هي ممكن تدي حاجة ضد حمى النقل. في حاجة اسمها حمى النقل، ده نقطة بالنسبة للأرنب اللي بتيجي من بعيد، اللي بتيجي من مسافات بعيدة 100 كيلو 150 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، بتيجي من على مسافات بعيدة. الغنم بتتعب أثناء النقل، يفضل حقنها من مكانها قبل ما تتحرك، قبل ما تتحرك عشان الغنم توصلك إن شاء الله سليم. أهم مادة بالنسبة للغنم عندي وأنا بستخدمها وبتجيب نتائج ممتازة في سيلان الأنف وفي الكحة، وهنتكلم عن الكلام ده كله بالتفصيل إن شاء الله في الفيديوهات الجاية اللي هي عن الأدوية، عن الأمراض والأدوية إن شاء الله والعلاج بتاعه، كل مرض والعلاج بتاعه هنتكلم عنه بالتفصيل. بس دي في مرحلة الاستبال الدواء ده أساسي بيستخدم، أنا بستخدمه وقلنا في الأيام شديدة الحر، شديدة الحرارة وشديدة البرودة. الغنم بتتعب في السك، مناعتها بتضعف، ممكن توصلك تعبان، تلاقي في مشاكل إسهالات، في مشاكل كحة، في مشاكل التهابات رئوية. فأنا عن نفسي بستخدم وهو الأفضل قلنا قبل ما تتنقل، وإذا ما قدرتش تحقنها قبل ما تتنقل احقنها بعد ما توصل مباشرة. وإيه هي الأدوية المستخدمة في الغنم؟ في الضان بنستخدم تلموجكت. تلموجكت ده بيتحقن كل خروف بيتحقن 1 سنتي تحت الجلد، بيتحقن 1 سنتي تحت الجلد من مكانه قبل ما تنقله، عشان ان شاء الله ما يتعرضش للالتهابات الرئوية اثناء المشوار. ضعف المناعة بيسيبوا له بعد كده التهابات رئوية، فالحقنة دي بتوصلها للخروف ان شاء الله باذن الله سليم مفيش فيه مشكلة. لا ما قدرتش تحقنها قبل ما توصلها قبل ما تنقلها، وأول ما توصل في نفس اليوم اللي وصلت فيه يتحقن كل خروف 1 سنتي تحت الجلد. ان شاء الله بيقيق من حاجات كتيره اهمها الكحه والالتهاب الرئوي نتيجه المشوار، التيارات الهوائيه الشديده والحر في التيارات الهوائيه البارده في الشتاء ومن الحر الشمس الجامد في الصيف. طيب بالنسبه للمعز، يعني الدواء ده ما بيتحقنش للمعز، بالنسبه للمعز ما بيتحقنش للخروف اقل من 15 كيلو، ما يتحقنش للخروف اقل من 15 كيلو ما يتحقنش للمعز. اقرا روشته، تعود نفسك اقرا روشته اي دواء تجيبه، اي دواء تجيبه حاول تقرا الروشته بتاعته، كل ده مكتوب في الروشته. طيب بالنسبه للمعز، وانت جايب معز تحقن ايه؟ تحقن تيلوزين. الحته متوسط 25 كيلو بتاخد 3 سم، اقل من 25 كيلو 20 اقل 2 سم كفايه. حقن عضل بتاخدها دي ان شاء الله بتجيب نتائج فوق المنتسب في الكحه ان شاء الله. اما بالنسبه للتيلوجكت قلنا شغال في الكحه وشغال في سيران الانف الاثنين. طيب ده كده بالنسبة للثلاث نقاط الأساسية في استبال الأغنام، عودت الغنم على العلف، علبت الأغنام، بتجرع الأغنام أيفوماك، وتاني شيء اللي هي حمى النقل، يعتبر أنت كنت بتعمل كوقاية
للغنم وهي جايه. وقلنا يعني كوقايه وعلاج لو في اي كحه في اي سيلان بعد ما وصلت الغنم اثناء الغنم فتره الاستبال، اي غنم انت حقنت تلموجكت حقنت الكل ان شاء الله مش هتلاقي سيلانه، مش هتلاقي سيلان في الانف، مش هتلاقي كحه ان شاء الله الغنم كلها. اما لو انت ما حقنتش تلموجكت وحبيت تعالج معالجه فرديه فاي كحه اي سيلان انف تلموجكت شغال 100%، حقنه واحده سنتي واحد تحت الجلد ان شاء الله بيجيب نتيجه ممتازه في خلال 24 ساعه. دي الحاجات اللي انا بستخدمها شخصيا وبتجيب نتيجه كويسه، اي ماده تستخدمها بتجيب نتيجه يفضل تثبت عليها طبعا مع تغيير، لان في قاعده الفيروس نفسه بياخد مناعه ضد المضاد الحيوي فما ينفعش تثبت على مضاد حيوي باستمرار. ولكن انا بتكلم على فتره الاستقبال، هنتكلم ده كله بالتفصيل زي ما قلنا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله عن الامراض والادويه اللي بنستخدمها في كل مرض ان شاء الله. كده اتخلصت من مرحله الاستقبال ان شاء الله. عودت الغنم على العلف، جرعت ايفوماك، وعالجت اي حالات رشح او كحه. وبالنسبه للنقطه الاخيره جرب الجلد، طبعا هو المفروض ان هو بيخلص بينتهي بالايفوماك، الايفوماك الصدر، حوض الايفوماك الصدر. ولكن زياده التاكيد لو عاوز مكان اي مكان ظاهر في الجلد، في جوبه، في قشره بيضه اللي هي بتحكها باي حاجه ناشفه وبتدهنها مرهم كبريت او تدهنها زيت وسخ. ولكن الابره هي ان شاء الله بتقضي عليها وبتقع لوحدها، بس دي زياده من زياده سرعه في العلاج، بس بتحكها باي حاجه خشنه وبتدينا مرهم كبريت او تدينا زيت وسخ تنتهي ان شاء الله باذن الله، وتطلع الشعر يطلع مكان في الجلد ان شاء الله في خلال اسبوع خمس ايام ان شاء الله بيطلع، بتلاقي الجلد بدا الشعر بدا ينبت ويطلع فيه ان شاء الله. وبكده ان شاء الله نكون كملنا موضوع استقبال الاغنام. واسف على التاخير عليكم على الفيديو، والله الايام اللي فاتت كنت مشغول جدا والله، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه باذن الله هتكون متواليه على طول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.